نهرة الفن على صفحتها بالإنستغرام مجموعة صور بتجمعها بالفنانة يسرى وهلا صدقي والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي من أحد حفلات السحور، وعلقت إلهام على الصور وقالت الصداقة أجمل شيء في الدنيا، يا رب دايما مع بعض. وحققت الصور تفاعل كبير بين رواد السوشيال ميديا، واتمنوا دوام الصداقة بين إلهام وأصدقائها.